الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net، ومعانا استكمال للسلسلة بتاعنا. المحاضرة النهاردة اسمها حدد طريقك للدخول إلى عالم المواقع. الحقيقة الكلام في عالم المواقع هو كبير قوي، فأنا ممكن ملحقش أخلص الاستفسار ده أو المحاضرة دي على جزء واحد، فممكن يبقى جزء أو اتنين أو تلاتة حسب ما يخلص معايا. عالم المواقع هو عالم كبير قوي، والحقيقة عشان الموقع يظهر لك بالشكل اللي انت شايفه ده وراه حاجات كتير. وراه اول حاجة تصميم، تاني حاجة برمجة، تالت حاجة استضافة، رابع حاجة اللي هي ايه، هي التكامل اللي بين الحاجات دي كلها. يبقى عندي تلات حاجات مهمة قوي. انا مش عايز ارغي كتير في المحاضرة، انا هجيب لك من الاخر عشان ما اوجعلكش دماغك. يبقى تصميم، برمجة، والاستضافة، دول عشان يظهر لك الموقع قدامك. طب ايه هو ده وايه هو ده وايه هو ده؟ اول حاجة التصميم، اللي هو اللعب بالوان. انت شايف الموقع عبارة عن بانر فوق، مثلا في صورة بتتقلب، في فلاشة بتتحرك، في قايمة على اليمين، في قايمة فوق، في فوتر تحت، في ايه الكلام ده كله، ده التصميم، تجزئة الصفحة. والحقيقة التصميم عشان تقدر تبقى ويب ديزاينر، فانت محتاج دايما لو انت عايز تشتغل كويس يبقى محتاج دايما ورقة وقلم، وتقعد قدام العميل وتشوفه دماغه وألوانه ماشية ازاي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عايز تعمل ويب سايت لعميل معين، وانت قاعد معاه دلوقتي بتسأله شوية أسئلة. إيه هو الأسئلة؟ والله في ألوان حضرتك تحبها، يعني في ألوان أشتغل عليها، مثلا في أزرق مثلا، ولا براحتك. يعني أنت دلوقتي ممكن العميل يحدد لك ألوان، يقول لك والله لا أنا بحب الأزرق، أنا الشركة بتاعتي شركة مية مثلا، فألعب لي في اللون الأزرق والأبيض. يقول لك ماشي تمام. فأنت حسب جو الموقع وحسب دماغ العميل بتاعك تبدأ تصمم الألوان وتختار الألوان بتاعتك. طيب التصميم اللي هو تجزئة الصفحة، يعني فوق في ايه، على اليمين في ايه، الشمال، طب أول صفحة فيها ايه، طب متكونة من كام قسم، تمام الموقع متكون من كام قسم، ده تصميم. الفوتر في ايه تحت، اللي هو الجزء اللي تحتاني، يعني اليمين الشمال، في المين بادي اللي هو في الحتة اللي في النص، هيكون في ايه وهتقسمها ازاي، يا ترى صورك هتبقى كام في كام. طبعا التصميمات كلها بالمقاسات بالبيكسل، طالما انت شغال على الويب سايت يبقى انت هتتعامل بالبيكسل. من غير الدخول للتفاصيل، انا مش عايز اخش في التفاصيل قوي، التصاميم عشان تبقى ويب ديزاينر لازم تتقن برنامج الادوبي فوتوشوب. الادوبي فوتوشوب ده هو اللي بيخليك تعمل التصميم كويس، وطبعا الريسورسز على النت في الادوبي فوتوشوب كتير. انت بس تكتب على اي محرك بحث، بلاش جوجل عشان الحاجه اللي حصلت، رفضوا يشيلوا الفيلم المسيء للاديان للاسلام، فانا الحقيقه ما بقتش هستعمله كتير. المهم تدور على اي في اي موقع بحث عن شرح لتوتوريال ويب ديزاين مثلا، او اي حاجه عن ويب ديزاين، يعني النت مليان وعلى اليوتيوب مليان. تاني برنامج المفروض تاخد فكرة كويسة عنه الادوبي فلاش. الحقيقة بقى الادوبي فلاش ده برنامج متكامل، يعني ممكن يعمل لك الويب سايت بالكامل من غير اي برامج تانية. يعني تبص تلاقي الموقع مثلا، انت طلعت الموقع عبارة عن 2 ميجا 3 ميجا كله بكل محتوياته، وتبدأ ترفعه على السيرفر ويبقى صفحاتك منه فيه، يعني في اللغة البرمجة بتاعته الخاصة اللي هي اكشن سكريبت، ان كان 2 او 3،